السلام عليكم. الزول في اللون نايت ما يستمع سيجي هذا على كريم طابو، اللي حبيت نفوت هذا الميساج هادو لهاد الحكام هادو ولهاد العدالة الجزائرية، لهاد الجزائر الجديدة اللي راهي تبينت، والله خرجت الأظفار نتاعها وخرجت النذالب نتاعها اللي باش تقمع هاد الشعب. والله العظيم غير بغيت نبوزي لكم اون سيل كاستيون، سؤال واحد لهاد الناس ولهاد العداله. لو كان هاد الانسان حبيت نقولو حنا على بالنا باللي كلشي الي بلانيفي، بصح لو كان كانت حاجه وحده فيكم الرجوله في حاجه، الانسان كيدير ان اكسيدون فاسكولار سيريبرال اون بلان تريبونال نورمالمون يا با جوجمون، كلشي يحبس. هادي دون لو بير دي كا، سي لا مواندر دي شوز. هادي كي تكون الناس عندها رجولة وعندها خصلة، وهادا سي با زان كريمينال دو غير، لي كريمينال دو غير وما يشرعو لهمش بهاد الطريقة وبهاد العقلية. اللي الإنسان اللي كان إنسان اللي انتاجر، والله ما راني نزكي فيه، والله ما راني نزكي فيه وما نزكي حتى انسان. قلت لك انا نهضر كي يكون كاين ظلم على انسان، ما نخليهش يفوت هكا حتى نهضر عليه. والله ما عندكم ذره نتاع حياء وذره نتاع رجوله باش تحكموا على انسان دار نافي سي في تريبيونال وتكملوا شرع وتشرعوا عليه. عيب عيب ما صراتش هذا. كيفاش راهو راح يكتبوا عليكم التاريخ يا ناس؟ يا العدالة الجزائرية، الجزائريين ماشي معروفين، معروفين بالشهامة وبالرجولة وبالخصائص الكبار، ما همش لهاد الدرجة لهاد المستوى. والله ما عندي حتى اسم اللي نسميكم به. وقلنا الجزائر، هذه هي الجزائر الجديدة. والله غير راني نادي الناس اللي شجعت هذه الحكومة، وقلنا لكم باللي راه جايكم لو بير اللي كنتوا عايشين فيه بكري وما صدقتوناش، وراه كل شيء يتحقق. هاي العدالة الجزائرية، سبحان الله. الدول الديكتاتورية في العالم وما دارتش هادشي وما يقدروش يديروا هادشي. كاين حق الإنسان، سبحان الله، كاين حقوق الإنسان في الدنيا هادي، الشهامة والراهي والرجولة والراهي. احنا على بالنا باللي توتي اي فابريكي، لو جوجمون مع الكورونا ابتزاز، منطقة فيها بزاف باش تخرجوا الناس وتتخلط، والكورونا ومن بعد هاي هاي. والله ما عندكمش، قلت لك ذرة رجولة ما كانش. هذه عدالة اللي تتكلم عليها الجزائر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله ما عندكم أصلا اللي تحشموا عليه. بالك إلى اليوم إلى دخلتوا لدياركم إلى ترقدوا مليها. والله ما راني عارف اسكو الا عندكم من كونسيونس ديجا على باز، الا عندكم ضمير. والله ما عندي واش نزيد نقول من فوق هذا الشيء. الرجوله وما عندكمش، شارع واحد وتحاكموا واحد اللي طاح اون بلان اودونس، وصل اودونس اللي طاح، وتكملوا شرع نتاعكم وتحاكموا عليه. ما تحشموش، والله ما تحشموا، والتاريخ يشهد عليكم. واش نقولوا دروك التاليه اللي نختموا بها هذا الفيديو؟ ما نطولوش عليكم خاطر كل شيء راهو باين. الله يصبر الاهل نتاعو، والله يصبر والديه، والله يصبر وليداته. هذا واش نقول لكم. الا بروشين خاوتنا، والله يهدينا.
الله يهدينا الله يهدينا. السلام عليكم.